نحن في أبواب أول نوفمبر، والمجاهد الكبير يقبع في السجن، هذا عار كبير عليكم. ومجاهد الأخضر بورقعة من هو من رمز رموز من رموز الثورة التحريرية، يعني هو معلم وهو أخ وأب ومدرسة، ويعني هو لو سامبل دو سي لو سامبل دو لا ريفوليسيون الجيريان. يعني عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار على ما تفعلوها أيها السلطة. ونحن يعني ونحن نطالب بأن نطالب لرئيس الدولة بن صالح أو قائد الأركان قايد صالح، نحن نعلم أن لا لا لم يعني خروجهم من السجن يعني من أمركم أنتم، ويجب أن تطلقوا سراحهم، وليس أنا أمر مني من الشعب الجزائري يأمركم اطلقوا السراح سجناء الرأي الرف الراية والسياسيين النزهاء مثل كريم طابو وسامي العربي والفيلوزوف الكبير الدكتور فضيل بومالا.